Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim, şu anda İdlib ve civar beldelerde hizmet veren Darülvahid Şerif Medresesi'ndeyiz. Bugün İdlib'de Ebu Bekir Es-Sıddık okulundayız. Bu okulda çocuklara hangi eğitimlerin verildiğini ve eğitim sisteminin nasıl işlediğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şairul hubbi fir rahmani te'teliku تصغي إلى القلب في شوق له أدكو مشاعر الحب في الرحمن تأتلك والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما تصغي إلى القلب في شوق له ألك لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء أحسنت بارك الله بك قل لنا يا داود لماذا بدأت هذه الكلمة فقلت همزة لام فتح سكون ولم تقل همزة لام كسر سكون أحسنت بارك الله بك لأنه يوجد في بداية الكلمة ألف ولام وإذا كان عندنا ألف ولام في بداية الكلمة بماذا نحرك همزة الوصل بالفتحة بارك الله بك وجزاك الله خيرا قولوا له بارك الله بك يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتب بالنسبة لل أحسنتم الأكثر احتمالا أو قوي أو الأقل احتمالا بعد آخر احتمال الأقل احتمالا يعني مثل مين ضعيف يعني مثل مين هون بالأكياس أشياء إذا بالوسط اللون الأزرق إذا اللون الأزرق طوبى لقلبي بطهر منك ينبثق مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له أدك مشاعر الحب في الرحمن تأتلك تصغي إلى القلب في شوق له ألك لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق والعبق كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا طوبى لقلبي بطهر منك ينبثق Bye.
Değerli kardeşlerim, yanımızda Darul Vahiy Şerif Medresesi'nin müdür yardımcısı bulunmakta. Kendisine Darul Vahiy Şerif okullarındaki eğitim sisteminin nasıl işlediğini ve okuldaki çocukların eğitimiyle alakalı bazı sorularımız olacak. Umarım faydalı olur. Selamun aleyküm şeyhna. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ya şeyhna, ma huve sebep enşa'il medaris? Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala rasulillah. فيما يتعلق في إنشاء المدارس بعد انطلاق الثورة ظهرت كثير من الأفكار، ومنها مثال أفكار جماعة الدولة. فكان هناك ضرورة لإنشاء مدارس، أول شيء لشيوع الجهل الذي حصل بسبب الثورة عند الأطفال، وأيضا ظهور هذه الأفكار ومثل هذه الأفكار، فدفع ذلك الحريصون على تعليم هذا الجيل لإنشاء هذه المدارس، مدارس دار الوحي، رفعاً للجهل وأيضاً لإبراز الإسلام والدين الوسطي الذي ليس فيه غلو ولا فيه انحراف. يا شيخ، ما هو هدف من مشروع المدارس دار الوحي؟ الهدف الأساس من إنشاء هذه المدارس هي إيجاد حالة من التكاملية بين العلوم الشرعية والكونية التي يتلقاها الطلاب، فتجتمع على الطلاب دراسة العلوم الكونية بأنواعها وأيضا العلوم الشرعية من أجل بناء الأخلاقي والتربوي في الطالب وتحقيق التكامل بين الدنيا والآخرة. ما هي المعايير اختيار للطلاب؟ المعايير المعتمدة في دار الوحي اختيار الطلاب هي نفسها المعايير المعتمدة في وزارة التربية والمتعلقة بالسن وأوراق الثبوتية اللازمة لأي طالب. لماذا تم فصل الذكور والإناث على مستوى الطلاب والمدرسين؟ سبب فصل الذكور عن الإناث في مدارس دار الوحي هو اعتمادا على يعني أعراف المجتمع الذي نعيش فيه نحن واستقراء الواقع موجود والاعتماد على حتى على دراسات مقدمة من تجارب في الخارج على سبيل المثال منها يعني صحيفة إندبندنت ذكرت في تقريرها أن فصل الذكور عن الإناث رفع مستويات النجاح. أيضا في عندنا في تقرير أيضا لمركز نيو ساوث ويلز في أستراليا، هذا المركز قدم دراسة يظهر فيها أنه فصل الذكور عن الإناث رفع المستوى التعليمي عند كلا الجنسين. وأيضا هناك في مدارس حتى في أستراليا في نفس هذه الولاية ما يقارب 40 مدرسة تبع الحكومة أنشأت الحكومة كلها فيها فصل الذكور عن الإناث وتشكل تقريبا شيء قرابة 12% أو 12% من مجموع المدارس الحكومية المنشأة. أيضا هناك نقابة القوميين أو النقابة القومية للمدرسين البريطانية ذكرت أيضا في دراسة سلبيات الاختلاط بين الجنسين في صف المدارس وما يعني أورث حتى طالبات حوامل من بدون أو حدود عمر 16 عاما أو ما دون ذلك. فهذه النتائج السلبية التي أدت إلى الشيوع الفاحشة والقبيح والقبائح في مجتمعات المدارس يعني وهذه إحصائيات يعني دفعتنا ومع ما ذكرت سابقا دفعتنا إلى إنشاء هذه المدارس بفصل الذكور فيها عن الإناث يعني إن شاء الله باب الحرص على كلا الجنسين وتقديم ما هو أفضل. ما هو المنهاج التعليمي المعتمد وما هو الكتاب الديني التي تدرس للطلاب؟ المنهاج التعليمي المعتمد هو يشمل العلوم الكونية كالرياضيات وعلوم طبيعية لغة عربية لغة إنجليزية نشاطات رياضية أيضا إضافة إلى مادة القرآن ومادة التربية والأخلاق. طبعا هذه المواد تدرس في المرحلة من الصف الأول للصف الرابع. في الصف الخامس الطلاب يتلقى هذه العلوم الكونية نفسها إضافة إلى مادة الفقه والسيرة. في الصف السادس يتلقوا أيضا المواد الكونية
المواد المعتمدة في الصف السادس الكونية بالإضافة إلى مادة التفسير والحديث. كم عدد للطلاب الذين أكملوا تعليمهم بنجاح حتى الآن؟ الطلاب الذين انتقلوا من الصف السادس إلى الصف السابع في العام الماضي كانوا بقرابة يعني بحدود 1000 طالب. ما هي المصادر التمويل؟ مصادر التمويل تعتمد بشكل يعني على الأهالي وعلى أهل الخير على الداعمين الذين هم يعني يقدمون لهذه المدارس مساعدة، وإضافة إلى مسألة ما يؤخذ من الطلاب كما كرسم يعني انتساب وأيضا رسم فصلي، فهذا ما تجمعه دار الوحي ليكون هو رواتب ومصاريف. لماذا تدعم هذه الجهات المشروع المدارس دار الوحي؟ حقيقة نتائج التي ظهرت على الطلاب الذين هم يعني في مدارس دار الوحي، هذه نتائج التي كانت نتائج إيجابية واضحة، واضحة الأثر وتأثر يعني ارتفاع مستوى العلمي والأخلاقي عند الطلاب، مما زاد في مسألة اهتمام الناس بها. أنا أسأل لمن يريدون تعليم ابنهم اليوم، ما هي التكلفة المادية لتعليم لمدة عام؟ التكلفة السنوية للطالب بحدود 120 دولار تقريبا. كم عدد الطلاب وكم عدد المعلمين في مدرسة؟ عندنا تقريبا بحدود 10,000 طالب وتقريبا 9,000 طالبة يقوم عليهم ككوادر معلمين بحدود تقريبا 600 معلم، هناك 550 معلمة يدرسون هؤلاء الطلاب. أيضا عندنا طلاب روضات نأخذ أيضا روضات دون سن السادسة، هنا عندنا تقريبا 1000 طالب ذكر و1000 طالب أنثى، يقوم عليهم حوالي 120 معلمة حصلا. كم عدد المدارس في المحرر؟ عندنا 66 مدرسة. 66 مدرسة. نعم. تمام شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وإياكم الله يحفظكم. حياك الله. جزاك الله خير.